مساء الخير، البوصلة آخر حلقات الأسبوع. ما عنديش وقت بقى، عايز أقول لكم حاجات بناء على ما قلناه امبارح. أهم حاجة امبارح حاجتين مهمتين عشان بس ما يكذبوش عليكم بعد كده الكذب البين بتاعهم. غزان الملك التتري أو التتاري ما كانش بيمثل أنه مسلم، كان مسلم بجد. المصادر بتقول أنه أحسن في إسلامه، وبتقول أن جيشه كان مسلم بجد وأنه أفاد الإسلام أيام أفاده. فالكلام اللي بيهتيفت قبيلة ابن تيمية كلامهم كذب، فما كانتش فتاوى عشان المسلمين مزورين، دول كانوا مسلمين مية مية، وكانت حرب بين جماعة مسلمة وجماعة مسلمة. لما دخل الشام كان مسلم، ودي حصلت كل العصور بما فيها الصحابة. خلاص. اتنين، ان ابن تيمية ما قضاش حياته جهادا ضد التتار، 3 سنين بس، و46 سنة ألف فيهم 330 مؤلف، ما فيش أي حاجة في الدنيا اسمها التتار. فبيقول بقى اللي هي 428 مرة اللي هو استتاب وإلا قتل. وأنا هريحكم النهاردة بالراحة الكبيرة بتاعت الفتوى الشهيرة برضو اللي أنا من 3-4 سنين عملت بيها اللي إيه؟ عملت المشكلة دي، اللي فتوى النية. بس هقول لكم حاجة قبلها. بصوا مثلا دي لما بتسأل هو على التتار مباشرة، مش بقى يقولك كل فتوى، لا كان بيتسأل بالاسم وبيجاوب بالاسم. وحتى لما جاب الاسم في تريكة في النص، إنه بيجاوب ليهم ولغيرهم، يعني اللي يقصد بيه تتار وينطبق الكلام على كل الناس طالما عملوا نفس الافعال. وانا هديك دلوقتي كماله على اللي قلناه بقى الاسبوع ده ونص، عشان او دلوقتي اسبوعين، عشان تعرفوا ازاي الارهابي بيطلع ببساطه جدا وسهل، مفيش حاجه خالص، هما كتابين الامام الفاضل والامام الفاضل ويبقى تمام. فبص، في سؤال في الجزء 35 في مجموع الفتاوى صفحه 28، بيقولوا له ما تقول الساده الفقهاء، ده السائل ها رضي الله عنهم وأعانهم على بيان الحق وشوية الكلام الجميل ده، والزائغين في هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة. لو قلت لكم امبارح جم 3 مرات، التالتة اتغلبوا اتهزموا، وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر، فهل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحجة على قتالهم؟ وما مذاهب العلماء؟ بيقولوا أن قتلهم هم مسلمين طبعا، بس مش بقى زي ما هم مصور لكم ان هو الغازي الكافر الظالم الصائل. بصوا بقى الكلام اللي جاي ده بسرعه عشان انا في اهم، اللي هي فتوى النية. هو بيقول لهم فاما الاول فكل من بشر القوم بعلمه يعلم حالهم، ومن لم يبشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الاخبار المتواتره واخبار الصادقين. وبيقول لهم فان اقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك أن امتنعوا عن صيام شهر رمضان وكذلك أو حج البيت، وكذلك أن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر وغير ذلك من المحرمات من محرمات الشريعة. السؤال هو هنا بيقصد بس دول؟ لا، هو هنا حتى لو سؤال على التتار بيجاوب على أي مسلم ما بيصومش ما بيصليش ما بيعملش وجب قتالهم، ده اللي احنا فيه النهارده، مرتدين كلنا ماشي. وكذلك ان اظهروا البدع المخالفه للكتاب والسنه، مثل ان يظهروا الالحاد في اسماء الله واياته او التكذيب باسماء الله وصفاته. هنا بيقصد مش التتار، انتوا عارفين طبعا، وياما جبت لكم فتاوى ضد المعتزله والاشاعره والمتصوفه في فهم اسماء الله وصفاته والحاجات اللي هو ابن تيمية بالنسبه له مفيش فصال فيها. ابن تيمية بالمناسبه بيشوف ربنا ان هو قاعد فعلا على كرسي فعلا، وله يد فعلا ووش فعلا، قولا واحدا يعني. والجماعة السلفيين اللي سمعين دلوقتي فاهمين كلامي خلاص، بيشوفوا كده مجسم ابن تيمية. بص بقى الأدلة دي اللي هي تخص ده وغيرهم، بيقولوا له طب وازاي نقاتل المسلمين؟ انسى بقى التتار، هو بيقول فكرة المسلمين. فقال لهم طب ما أبو بكر قاتل المرتدين هم مسلمين، لأن هم في نظره ارتدوا عن الإسلام اللي هو احنا النهاردة. ركز ليه الإرهابي بيطلع يقتلك بمنتهى السهولة؟ عشان هو أولا عنده دليل مبرر يقاتل مسلم يقاتل مسلم، اتنين أنت مرتد أساسا حضرتك. فيقولوا له إيه؟ بيقول لهم وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. بيقول لهم مش دول مسلمين بتوع الطائف؟ ما هم اللي كانوا بيرابوا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الآية نزلت في أهل الطائف وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا لكن كانوا يتعاملون بالربا، ده كلام ابن تيمية. فأنزل الله هذه الآية وأمر المؤمنين بذلك اللي هو حربهم،
وإلا يتركوا ما تبقى من الربا. خلاص. فإذا كان من لم ينتهي عنه محاربا لله ورسوله اللي هو بيصلي وبيصوم بس بيعمل ربا، فكيف بمن لم ينتهي عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريما وأعظم تحريما؟ بيبرر أن كل مسلم، ده مش للتتار يا باشا، ده لكل الناس، ده للنهاردة، ده اللي بيطلع لك الأخ الإرهابي، دي بقى الكريمة اللي فوق التورتة بقى اللي بيحل بيها التورتة. قال لهم ده احنا المسلمين اللي بيصلوا وبيصوم في الطائف، الرسول قال ان هم محاربين لله ورسوله، او القران قال على فكره ده وصف في القران ابن تيميه اساء استخدامه. فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني عداوه ليست حرب حقيقيه. فبيقول لهم ده احنا مامورين نحارب دول، ما بالك اللي بيعملوا فواحش اكتر من الربا اللي هي بقى مثلا عدم الصلاه عدم الصيام، واحد مش عايز يصوم خلاص. فبيبرر لهم قتل المسلم عادي يعني. واستفاض النبي في الحديث بقتال كذا كذا. انا عايز بس ايه النقط المهمه اللي بتخليني اتقتل النهارده، واخر كلام عن ابن تيميه في المساله دي قبل بقى فتوى النيه عشان دي مهمه قوي. خلاص. بيقول لهم ايه بقى في بقيه الفتوى، هي نفس الصفحات، بيقول لهم وللعلماء في قتال من يستحق من اهل القبله اللي هو المسلمين زينا يعني طريقان، منهم من يرى قتالا على يوم حروراء والجمل اللي هو انه الصحابه اتحاربوا، عبد الله بن الزبير ضد سيدنا علي وبعدين معاويه ضد سيدنا علي، فبيقول لهم عادي تحصل. اتنين يعني قوموا قتلوا عادي مفيش حاجة. أو قياس على قتال أبي بكر لمانع الزكاة والمنتسبين وهم من المنتسبين إلى القبلة، بيقول لهم طب ما أبو بكر قاتل المسلمين لما قالوا هاتوا الزكاة، قالوا له لا دول كانوا قوم يعني مش المرتدين اللي هم مسلمة المسيلمة الكذاب والناس دي، لا دي قصة تانية. لا في ناس قالوا لهم هاتوا الزكاة، هم فهموا الآية فهم يخصهم، قالوا له والله الآية بتقول خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، فاللي كان مين المأمور بكلمة خذ؟ الرسول، فالرسول توفى فمش هنبعت لك الزكاة لأن المفروض بتتبعت له. على اجتهاد سيدنا أبو بكر هو قاتلهم، فده دليل عند الأستاذ الفاضل بتاع اقتل المسلمين عادي، مسلم يقتل مسلم عادي. خلاص. أنا بقول لكم بس الأهم في الفتوى دي، وبيقول لهم بقى وبيأكد وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة وإن كانوا بصوا ويصلون الخمس يعني خمس فروض ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكونوا لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها اللي هي الزكاة، وإن أقروا بالوجوب يعني بيقول له الزكاة فرض بس أنا مش هدفعها، تقاتل وتقتل عند ابن تيمية طبعا. أنا مليش دعوة فعل أبو بكر لأنه فعل أبو بكر لا يقاس عليه، وجهة نظر أن أبو بكر قاتلهم لكي لا تنهدم الدولة، لأن خلاص كل واحد يقول أنا مش باعت مش عامل، مفيش دولة مفيش اتحاد يعني، وهي من بعد الرسول أصبحت خلاص حكم سياسة مش دين. خلاص. فهو بيستدل بحاجة سياسية على حاجة دينية، شيء مرعب. خلاص. وبيقول لك إيه بقى، وكذلك أمر النبي بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر. الحقيقة دي معرفهاش، على قدر بحثي الكبير جدا في الكتب أنا ما شفتش حاجة النبي قال قاتلوا اللي بيشربوا خمرة، اللي بعرف أنه هو ليه عقوبة دنيوية أو أخروية، المهم أنه مذنب يعني مسلم مذنب. في حكاية عشان تعرفوا ليه بيقتلونا، عشان إحنا بلادنا العربية كلها أصل والله اللي عايز يتفضل يروح يشرب، وده أصل الإسلام لست عليهم بمسيطر. هو ربنا لما حرم الخمر حرمها على الدولة ولا على الشخص؟ يعني هي فيها جزء من التقوى، انت ما تشربش خمره، لكن انا شفت ما شفتش حتى احاديث بتقول الرسول قفل محلات بيع الخمور وكانت منتشره حوالين المدينه ولا جه جنبه. انا مالي، انا مالي كدين، انا بقول لك انت ما تشربش خمره، انما انا امنع وجودها وانا مالي، ما تشرب روح النار يا عم انا مالي. لكن هم اخترعوا اسلام تاني، ده بالمناسبه يعني كده. خلاص. بص بقى دي اخر حاجه قبل الفتوى النيه، بيقول لك ايه بقى اللي هو احنا بقى المرتدين خلاص، وداهم 100 دليل ان احنا مرتدين، حتى بس نشرب خمره يجوز قتالنا او المجتمع يعني بيشرب خمره. بيقولوا اذا كانت الرده عن اصل الدين اعظم من الكفر، ليه بقى اعظم؟ بيقول لك ايه بقى، ركز بقى في دي، بيقولوا قد استقرت السنه في نظره بقى، استقرت السنه ما اعرفش فين، بان عقوبه المرتد اعظم من عقوبه الكافر الاصلي. ده اللي قلت لكم امبارح واول، عشان ما تزعلوش لما تقول لهم يا عم داعش بدل ما تستعرض قوتك على المسلمين وتقتلهم الابرياء روح قاتل اسرائيل، يقول لك لا لا، ابن تيميه علمنا ان انتوا يا مرتدين الاول وبعدين الكفار، مش زي ما انتوا فاهمين كفار مين دلوقتي، اسرائيل مين. فبيقول لك قد استقرت السنه بان عقوبه المرتد اعظم من عقوبه الكافر الاصلي،
من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال على طول، ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة. ده طلع المرتد أسوأ من الكافر، بيقول لك الكافر ممكن ناخد منه جزية، ممكن نعمل له ذمة يعني عهد، إنما المرتد كده كده مقتول يا باشا. واحنا طبعا كلنا مرتدين بكل الأسباب اللي قلتها في الأسبوعين، بنتحكم لغير شريعة الله، قوانين الدساتير في نظرهم طبعا، وبنضيع الدين والدنيا، وبنضيع الفروض، والدولة بقى فيها كل الحاجات، فإحنا مرتدين. فقتالنا وقتلنا واجب لا محالة، حتى الكافر أقل مننا، الكافر في نظرهم طبعا. أنا ما بقولش إن اليهود كفار ولا المسيحيين طبعا، خلاص، بخلاف الكافر الأصلي. ومنها الوجه الثاني بأن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال، يعني ما هوش صاحب قوة ولا قتال ولا حرب ولا معاه سيف ولا حاجة، هو يعني بس في نظره يعني ارتد، يا ريته ارتد بمعنى قال أنا مش مسلم، لا ارتد في نظره إنه ما قامش صلى أو شرب بقين خمر، الحقيقة ما عرفش دي إمتى بقت ردة، خلاص. يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور، كما أن المرتد يقتل في مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي. بيقول لك هو المرتد أسوأ وأضل، لأنه لا يناكح يعني ما نجوزوش بناتنا، ولا يرث ولا تؤكل ذبيحته، مع أنك في الأكل أهل الكتاب بتاكله، فطلع أن المرتد أسوأ اللي هو المسلمين اللي زيه. وياريت ردة بمعنى ردة، ده إن كان للردة أصلا عقوبة، لا ده ردة بمعنى أنا شايفك مرتد، أنت بتحكم بالدستور والقانون مبدئيا كده، خلاص خلص الموضوع. فبيقول لك وإن كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين، فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلية عن شرائعه. يعني بيقول لك إيه بقى؟ لو واحد ارتد كله عن الإسلام أقل من اللي جوه الإسلام بس ما بيعملش الفرائض. إيه رأيك؟ عشان ما تتوهش كتير، عشان يريحك. أنت بتقتل ده ليه؟ ده مسلم وبتاع. بيقول لك لا، ده ما بيعملش فرائض ولو مسلم ومقر بيهم، وأنا مالي. عادي جدا. نرجع بقى الموضوع، فاكرين البوست اللي انا قريته امبارح اللي هو بيقول لك ده اسلام بيدلس وبتاع وبيتكلم عن ابن تيميه، وبعدين اكدت لكم ان غزان مؤمن مش زي ما بيقولوا، وان ابن تيميه ما شافش القصه دي كلها غير 3 سنين، 46 سنه من حياته قاعد فاضي بيفتي بهدوء ومش زعلان من حاجه. نرجع بقى لحاجه اهم، فهم بيقولوا ايه؟ عايزين، مش لاقيين فتوى النيه اللي انا قلتها من 3 سنين دي وعامله الازمه اللي فاكرها احتمال اقولها بعد الفاصل. المهم انه من يقول النية بصوت عال مسلم مؤمن في المسجد بيصلي، بس اصر النية دي يقولها كده اللهم اني نويت ان اصلي الظهر، يتقتل خلاص. فجماعة الحلوين في البوست ده اللي هو قال يعني بقى اسلام بيدلس وكده، بيقول لك ايه ده؟ دي برضو كان مقصود بيها غزان، يعني على فكرة ده اسلام فاهم غلط. بص خلاص انا لازم اقرا لكم هم كاتبينها ازاي، وبعدين اوريكم الشيخهم هيقولوا ايه. بص، مش عارفين يروحوا من الفتوى دي فين. بيقول لك كما ان ابن تيميه اصدر فتواه الشهيره بان المجاهر بالنيه يستتاب وان اصر عليها يقتل، دي كانت بالعاميه المصريه بقى، دي كانت فعل التتار مدعي الاسلام والجواسيس، يا حرام، اللي بيندسوا وسط جيش المسلمين وعاوزين ياكدوا دخولهم الاسلام كخدعه وحرب نفسيه. يعني الفتوى دي كان مقصود بيها التتار واسلام بطر الفتوى اللي هو انا، وايه؟ وبيدلس على الناس. طيب ماشي، بعد الفاصل هحلل لكم الموضوع ده حل نهائي عشان ما نجلعلوش تاني ابدا، عشان هم يا حرام مش عارفين يروحوا فين. هطلع فاصل ده وارجع لكم. رجعنا لكم. بصوا بقى عشان اللي نسي، الفتوى هتطلع لكم على الشاشه تاني. الفتوى في الجزء الثاني، المسألة 59 صفحة 143. بص بيقول ايه؟ مسألة في رجل إذا صلى يشوش على الصفوف. إذا صلى يعني الرجل مسلم مؤمن سني، عشان ابن تيمية بيكره كل الطوائف، في المسجد اللي هو أحسن مننا، بيروح المسجد كل صلاة. إذا صلى يشوش على الصفوف التي حواليه بالجهر بالنية، وأنكروا عليه مرة، يعني قالوا له يا باشا ما تقولش النية بصوت عالي، عادي بيصلي، وقال له إنسان واحد في المسجد هذا الذي تفعله ما هو من دين الله وأنت مخالف فيه للسنة.
اللي بيدافعوا بيقول لك ده اسلام فاهم البتر البتاع، وده الكلام ده كان مقصود بيه تتار. تتار مين؟ طبعا دي فتوى عاديه جدا وهتشوف ولا بطرته ولا ادي السؤال خلاص. فقال هذا دين الله الذي بعث به رسله ويجب على كل مسلم ان يفعل هذا. هو رايه في الدين انه النيه تتقال بصوت عالي، مش في مش في مش في القلب، مش في يعني مش سكوتا. ده كده بيصلي معاهم وكله تمام وسني كافر يعني عمل حاجه غلط. انا رايي انت مالك يا عم، عارف اللي احنا بنقوله في المسجد، انت مالك يا عم والنبي تقعد مش عارف ايه وبتحصل. فانا بقول اللي جنبي بهدوء كده مالكش دعوه، انا اقعد اصلي اسجد مالكش دعوه. الراجل قال كده بالظبط، قال لهم مالكوش دعوه انا شايف ان ده من الدين. الراجل قال كده حاجه غلط. بصوا بقى، فقالوا له فهل نعينه بكلمه؟ يعني نقول له ايه للراجل في المسجد اللي بيقول ان هي بصوت عالي ده؟ قال لهم الفتوى هتشوفوها على الشاشه. قال لهم الحمد لله، الجهر بلفظ النيه ليس مشروعا عند احد من علماء المسلمين، ولا فعله رسول الله ماشي، ولا فعله احد من خلفائي واصحابي ماشي. يا سيدي واحد بيعمل حاجه بدعه كده صغيره على قده سيبه، انت مالك؟ مسلم سني بيصلي في المسجد وسلف الامه وكذا. ومن ادعى ان ذلك دين الله، لو قال ان ده واحد ده جزء يعني حاجه في الدين لقاها كده وانه واجب، فانه يجب تعريفه الشريعه. قولوا له ان دي مش الشريعه. طب ولو قلنا له واستتابتي من هذا القول، فان اصر على ذلك، ذلك اللي هو النيه، قتل. خلاص انا مش مصدق يعني، المره اللي بقى لي 4 سنين بقولها، اتقتل عشان مصر انهم يقولوا له يا باشا ده مش من الدين. يقول لهم انتوا مالكم ده من الدين؟ انا نفسي شايفه من الدين. خلاص انا بقى انا نفسي شايفه ان النيه حلوه كده تقلب بصوت عالي. حد دعوه عند ابن تيميه ولا في تطار؟ ادي السؤال وادي الاجابه وادي على الشاشه، وده الصوره دي من كتاب الفتاوى، مجموع الفتاوى مش مطبوعه، بي دي اف للكتاب. جميل. بصوا بقى اللي جايه دي، بتوع السوشيال دول كاتبين الكلمتين دول عشان يقولوا اسلام بيبتر مش عارف. بصوا شيوخهم ردوا بايه. اول رد، اكبر موقع فتوى في الدنيا دي اسمه اسلام ويب بتاع يوسف القرضاوي. بصوا العنوان اللي هتشوفوه على الشاشه دلوقتي. ليس صحيحا ان ابن تيميه افتى بقتل مين؟ من يجهر بالنيه. بصوا بقى الكلام جوه بسرعه كده عشان في حاجه احلى من ده كله. السؤال اتسال اللي هو معقول ابن تيميه يكون قال كده، اللي هو بناء على كلامي اللي انا قلته ساعتها. بيقولوا ايه؟ فقط فان كلام شيخ الاسلام ليس واردا في الجهر بالنيه، بل انه ورد في عباره خطيره اصر قائلها عليها بعد ان قامت عليه الحجه. فقد قال شيخ الاسلام من اصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فانه ينبغي ان يعذر. يعذر يعني يتأدب كده بعصايه، ويردعه وامثاله عن مثل ذلك. ومن نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم الباطل خطئ خطا فانه يعرف، فان لم ينتهي عوقب. ما قالوش يقتل، شالوها وكانها مش موجوده اللي انتوا شفتوها بعينيكم. ادي اجابه. بصوا المذاهب اللي اختلفوا فيها عشان مش عارفين يردوا على انا بقول. قال لك لا انت مش عن النيه، هو بيقول لك ان انت بتقول ان النيه جزء من الدين. اولا ده كذب، تبرير فاسد. انما قال انا شايف النيه جزء من الدين. ايه 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 القتل في كده؟ يا راجل ده بيصلي معاك في المسجد يعني عشان تعرفوا ليه بيستحلوا دماءنا كلنا. مسلم بتصلي بتصوم، لا انا اقتلك برضه، انت ارتديت يا باشا. عند ابن تيميه عشان ما فيش تتار خالص، هنا ما جابوش ست التتار. بتوع النت يقول لك لا ده سمي ده دي للتتار، التتار اللي قرينا امبارح ان هم مسلمين بجد وما جالوش مسلمين مزورين وكل دي كذبه. واللي قرينا ان مؤلفات ابن تيميه في 46 سنه ملهاش علاقه بثلاث سنين تتار. في اكتر من كده ادله؟ بصوا بقى الفيديو الجاي سكه تانية خالص. سؤالي للشيخ الكريم. تفضل. ما موقف الشيخ الكريم من الذي يجهر في النية اثناء الصلاة، مع العلم ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول حكمه يستواه دمه؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، حكمه ايش؟ ما موقف الشيخ، نعم حكمه ايش؟ السؤال الثاني، ما موقف الشيخ؟ لحظة يا عمار، عمار لحظة شوي. نعم. خليك معانا، لا تلقي المعلومة ثم يعني تهرج مره ثانيه. انت الان نقلت كلاما، ما هذا الكلام اللي نقلته قبل قليل؟ نعم، من كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيميه المجلد الثامن صفحه 98. ما هو؟ يقول من يقوم بالجهر بلفظ النيه هنا اذا اصر على ذلك الجهر يقتل. ايش؟ يا عمار انت تقول الان ان الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول من يجهر بالنيه ماذا يفعل به؟
لا ما هو أنت لا يمكن أن يكون هذا. معليش مع احترام وتقدير لك، أنت في هذا إما أنك مخطئ أو أنك كاذب. لا لا أنا لا، أنت إما أنك يعني ما توثقت من هذا الكلام، أو أنك لا تتعمد الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك أنا أعتذر من إكمال السؤال معك. شكرا جزيلا. الراجل بقى ده جديد، ده نوع جديد. قال لك إيه؟ ما قالش بقى زي دول ولا زي بتوع النت إن ده يخص تطار، ولا قال لك ده كان بيتكلم على الإصرار على نسب شيء إلى رسول الله لم يفعله، كلام كذب كله. ده جديد بقى، ده قال لك أريح نفسي خالص، قال له ده ما قالش، ودي تقلت لي أنا زمان في مناظرة. الراجل المنبري جدا قال لي ما حصلش، مش مكتوب في الكلام ده. لما لقاه كان معروفة الرد الفعل بشكله إيه يعني. نرجع بقى للراجل ده، الراجل ده نوع جديد. بص تايهين ازاي، 100,000 رد على حاجة مش عارفين يردوا عليها. مرة التتار، مرة لا ده عشان هو قال مصر على المعصية اللي بيعملها دي، اذا كانت معصية يعني، ودي برضو ما تستحقش القتل. ده بقى قال لك انت كذاب، ده ما قالش كده من اصله في الكتاب خالص، مع ان انت شفته صورة من الكتاب. وفي بقى مذاهب شتى ازاي ترد على اسلام طلع اسلام مدلس، وطلع ابن تيمية جميل وبطرها، بطر يعني قطعها، والكلام ده كان يخص المغول، ومرة يقولك الكلام ده كان يخص ان هو مصر على المعصية، ومرة يقولك ما قالش، ومرتين. طيب انا بعمل لكم حاجة ما عملتهاش في 4 سنين والله، لان لا يعنيني الكلام واضح صريح، لكن بيصعب عليا انه يحصل بعد كل المجهود ده تدليس على الناس شايفينه ابن تيمية انه شيء ما بيغلطش، واسلام ده هو اللي بيدلس عليه. انتوا تعرفوا منين؟ انا هسمعكوا زعيم زعماء السلفيه. الفيديو ده والله كل يوم بشوفه 3-4 مرات كده، كنوع من يعني الانتشاء النفسي. زعيم امام اهل الارض في نظرهم، اللي ما حصلش في التاريخ ولا في الجغرافيا، ابو اسحاق الحويني، هو بنفسه شيخ السلفيه الاعظم الحالي اللي يعيش بينهم. نشوف هو نفسه بيقول ايه على الفتوى دي، لحسن تطلع تبع التتار ولا تطلع اسلام بيبترها، ولا تطلع عشان مصر على المعصية، ولا هتطلع ما قالهاش خالص. 50,000 رد كله كده. بصوا بقى شيخهم ومعلمهم هو لوحده ربنا يكرمه ويبارك فيه بيقول ايه. الجهر بالنية في الصلاة، واحد واقف يصلي زي ما احنا بنسمع بعض الناس، واقف يصلي الظهر العصر المغرب اي حاجة خلف الامام، الامام الله الله اكبر، هو قال الله اكبر نويت اصلي الظهر حاضرا 4 ركعات مأموما لله. شيخ الإسلام ابن تيمية نقل في الفتاوى الصغرى اللي كانت منشورة قبل زمان يعني 5 مجلدات، أن هذه بدعة باتفاق الأئمة 4 وجماهير أصحابهم، ومن أصر بعد البيان أن يفعلها قتل. ده اللي أنا عايزه يعني، بيقول لك ها في الآخر يعني ها حد هيتكلم نقتل على أصغر بدعة. الراجل بقى هو احتمال يكون ابو اسحاق العيني مش فاهم، ما قالوش بقى اسلام بطر ولا مغازان ولا التتار ولا عفريت، ولا ما قالش خالص، ولا انت مش فاهم الكلام، ولا كل الكذب ده. بعد كده يا سيدي سيبك من كلامي خالص اللي بقوله، اللي يقول لك اسلام بيدلس على ابن تيمية وخد الكلام في سياق تاني واصله كان قاصد، قول له اهو شيخكوا الفاضل الاثير المفضال بيقول ان ابن تيمية كان بيقتل على البدعة الصغيرة دي، انه يقول النية بصوت عالي حتى هو اداها تمثيليا، نويت ان اصلي الظهر 4 ركعات لله. جبتش انا حاجة من عندي؟ انا من كتر السعادة بالفيديو ده عايز اشوفه تاني، فهشوفه تاني، شغلوه تاني. الجهر بالنية في الصلاة، واحد واقف يصلي زي ما احنا بنسمع بعض الناس، واقف يصلي الظهر العصر المغرب اي حاجه خلف الامام، الامام الله الله اكبر، هو قال الله اكبر نويت اصلي الظهر حاضرا 4 ركعات مأموما لله. شيخ الاسلام ابن تيميه نقل في الفتاوى الصغرى اللي كانت منشوره قبل زمان يعني 5 مجلدات، ان هذه بدعه باتفاق الائمه 4 وجماهير اصحابهم، ومن اصر بعد البيان ان يفعلها قتل. بس مش عايز حاجة تاني والله يعني. هو كمان الظاهر مش فاهم زيي، أو بيدلس على ابن تيمية. شيخكم وزعيمكم
بيقول لكم ابن تيمية كان بيقتل في البدعة الصغيرة، بيفتي بقتل مسلم ولا تطار ولا عفريت. اللي هيتكلم بعد كده طلعوا الفيديو ده. وخلاصة الأسبوعين مش هقدر أجمعها دلوقتي، بس أتمنى لحد يوم الحد تكونوا عرفتوا الصدفة اللي في نظرهم صدفة في نظري سبب، كيف يتحول إنسان مسلم عادي لإرهابي قاتل يستحل دماء الأبرياء المسلمين قبل غيرهم، ويفترض إن هم واجب عليه قتالهم هم الأول قبل غيرهم، وكل ده بقاله 50-60 سنة، وفيه في الطرف التاني تزوير وإنكار والتفاف وكذب ونفاق، إنهم يطلعوا هذا التراث في مسألة فقه القتال والجهاد بريء من صنع الإرهابيين، وإنهم عندهم أكيد مشكلة نفسية أو بيجي لهم هاتف بالليل يعملوا فينا الحاجات دي. لا، الكتب دي قولا واحدا هي من صنعتهم. وزي ما الأمريكان عملوا بقى الأسبوع اللي فات، زي ما قالوا استكفينا، يجب ان احنا نقف وقفه شديده جدا في وش المؤسسات دي اللي بتدرس الكلام ده الى الان وبتبيحه في كل مكتبات مصر، وكل واحد ضالع في المساله دي ونقول له كفايه، مش هندرس ولا هنسمح ان ده يتقال تاني ان ده الاسلام، او اسمعش كلامي ارميه، وكل فتره ليست بعيده استحمل اللي بيجرى واقعد اكذب للاخر وقول الكتب دي مش هي السبب. اشوفكم يوم الاحد ونكمل الاسبوع الجاي.